بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله أشواطنا تتواصل وتعلن انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة. مشاهدينا الكرام، هكذا تتواصل انطلاقات صباح هذا اليوم. انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة تبدأ، ونسير وياكم إلى مقدمة هذا الشوط كنتابع اللي تقود المسيرة وتاخذ المركز الأول. حلوة سعيد بن علي بشفيان العامري، وفي المركز الثاني الحذر فلاح بن خادم بن محمد الرميثي، من يقدم الحذرة نقله إلى المركز الثالث. وفي المركز الثالث مشاهدينا الكرام، وين الثالثة؟ الثالثة اللي وصلت تشريف عبد الله بن عوض بن عمر الشامسي، واللي في المركز الرابع هذه حجمة الشيخ سيف بن محمد بن ركاض العامري. والمركز الخامس اشتعال شفيان بن سالم بن شفيان العامري. بناخذ المركز السادس، بنخلي الخمس بنفرادها الواضح كل الوضوح، وبناخذ السادة مشاهدينا الكرام اللي تاتي على المركز السادس مشاهدينا الكرام، ها هي امامكم. لكن وين يا اخواني؟ الخمس راحت. عموما على كل حال بنحرس وبنشوف من اللي غادم على المركز السادس يلي وصلت في هذه اللحظات رقمها أربعة. هذه امامكم سمحة سعيد بن عويضة بن مسعد السلمي، تاتي على المركز السادس. هكذا النداء لست الاسماء المتقدمة في مسار هذا الشوط، ونعود وياكم الى المقدمة. نلحق بركب هذا الشوط، نلحق بالمقدمة، نشوف من اللي مسيطرة منذ بداية هذا الشوط. ها هي أمامكم الحذرة فلاح بن خادم بن محمد الرميثي، من يقدم الحذرة، من يسيطر بالحذرة إلى مقدمة هذا الشوط. وحتى هذه اللحظات الحذرة حق فلاح بن خادم بن محمد الرميثي تقود مسيرة هذا الشوط المخصص للمحليات الأصائل، الشوط اللي يسبق شوط الختام حلوة سعيد بن علي بن محمد بن شفيان العامري في المركز الثاني. حلوة موقعها المركز الثاني. أما في المركز الثالث، تصل مشاهدينا الكرام اللي في المركز الثالث تتقدم تشريف عبد الله بن عوض بن عمر الشامسي، من ياتي بتشريف. وفي المركز الرابع هناك من الجانب الاخر
ايضا في هذه اللحظات تدخل حجمه الشيخ سيف بن محمد بن ركاب وتشريف عوض عبد الله بن عوض بن عمر الشامسي، واللي وصلت في هذه اللحظات اشتعال شفيان بن سالم بن محمد العامري. هكذا النداء، الستة الأسماء، الخمسة الأسماء المتقدمة في مسار هذا الشوط. نعود وياكم إلى المقدمة، نعود وياكم إلى صدارة هذا الشوط، وهذه أمامكم حلوة سعيد بن علي بشفيان العامري. من يقدم حلوة، من يسيطر بحلوة إلى مقدمة هذا الشوط. هذه أمامكم حلوة تنطلق إلى المقدمة منذ بداية هذا الشوط وحتى هذه اللحظات. المركز الثاني، المركز الثاني اشتعال شفيان بن سالم العامري. يا سلام، مراعاة حلوة، سيطروا على المقدمة، حشيمة حشمة الشيخ سيف بن محمد بن ركاض موقعها المركز الثالث، موقعها المركز الثالث. لكن بنعود إلى المقدمة، بنعود إلى صدارة هذا الشوط، وهذه حلوة سعيد بن علي بشفيان العامري تغترب من بوابة الكيلو المتر الأخير وهي قايدة للمسيرة، قايدة للمسيرة حتى هذه اللحظات. تفتتح بوابة الكيلو المتر الأخير حلوة سعيد بن علي بن شفيان العامري، هو من يقدم حلوة، من يسيطر الحلوة إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني لا شفيان بن سالم العامري. شوط اللي قبل الختام مشاهدينا الكرام، حلوة تتصدر القيادة واشتعال على المركز الثاني، سعيد بن علي بن شفيان على المقدمة، وشفيان بن سالم بن شفيان العامري على المركز الثاني. سيطرة ثنائية، سيطرة ثنائية، اهو بن مرخان، بن مرخان يهجم، بن مرخان يهجم، سيف بن جعفر، بن مرخان مناورة، مناورة، ما شاء الله تبارك الرحمن، قادمة من المناطق الخلفية لسيف بن جعفر، بن مرخان تاخذ المركز الثاني، بوسعيد يهجم هجمة قاتلة، لكن بشفيان مسيطر، مناورة غادمة، مناورة غادمة، اللحظات الأخيرة، زعبيل، 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 ما شاء الله تبارك الرحمن، مناورة 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 مناورة، سيف بن جعفر بن مرخان، الله يا مناورة، تهانينا والناموس لسيف بن جعفر بن مرخان، نهنيه على فوز مناورة، مشكور يا ابو سعيد، مشكور على هذا الاداء اللي تقدمه مناوره في اللحظات الاخيره، تهانينا تهانينا لسيف بن جعفر بن مرخان، نهني على فوز مناوره بالمركز الاول بشوطنا التاسع، تصل لخط النهايه، معلنه الفوز والناموس، تهانينا لسيف بن جعفر بن مرخان. المركز الثاني لشفيان بن سالم العامري، المركز الثالث، الثالث لمحمد بن سعيد بن عويضه، المركز الرابع لسعيد بن علي بن شفيان. التوقيت 8:06 ومناوره تنتزع المركز الاول لسيف بن جعفر بن مرخان.